طبعا رسالة موجهة إلى مديرية بلدية السماوة وإلى دائرة الطرق والجسور وإلى مديرية مرور محافظة المثنى ودائرة التخطيط محافظة المثنى. طبعا هاي الاستدارة مال تقاطع حي الشهداء، هاي تقاطع حي الشهداء، وهاي الاستدارة طبعا هاي يومية 5 حوادث 7 حوادث بهاي الاستدارة. يعني نطلب من مديرية مرور محافظة المثنى وتنسيق مع مديرية بلدية محافظة المثنى أن يتابعون هذا الموضوع. هاي الاستدارة يومية أكثر من 5 حوادث إلى 7 حوادث، ويعني يوم من الأيام يمكن حتى أكو ولد أبو دراجة وصلت إلى حالة وفاة. نرجو من المسؤولين متابعة الموضوع هذا والله يحفظهم. يعني هاي يومية هاي الاختناقات المرورية سبب هاي الاستدارة، مرة تلغي الاستدارة أو يتغير مكان.